قضية أخرى تتعلق بالأطفال. الحقيقة النهاردة كان في إطار احتفالات منظمة الصحة العالمية بالأطفال باليوم العالمي للسمع. إحنا الحقيقة مصر من الدول اللي ترتيبها متقدم قوي في مسألة ضعف السمع عند الأطفال. الحقيقة كان في النهاردة احتفالية بتحاول تضع آليات حقيقية أو طرق أو أدوات حقيقية على الأرض للتعامل مع هذا الملف. الحقيقة الدكتور حسام عبد الغفار قام بمجهود عظيم في تنظيم هذه الفعالية، بقدم له التحية. والحقيقة أن الأطفال هم موجودين النهاردة أيضا، ما الصورة اللي كانت موجودة بتقول أن عندنا تحديات ويمكن أن احنا نحلها لما نقعد ونفكر حقيقي في كيفية حلها. نشوف تقرير زميلتنا مرام حسين ونرجع نكمل كلامك. معانا شخصيات قررت ان هي تساهم هذا النشاط وتدعمه، واحنا بنوجه ليهم الشكر. الارقام الحقيقه مرعبه، 5% من سكان العالم بيعانوا من ضعف سمع، يعني حوالي 365 مليون بني ادم. بطلب منكم انكم تعبروا عن انفسكم اكتر، عايزين نعمل جولات في ربوع مصر علشان نكشف على الولاد، يعني الساده اطباء الانف والاذن والحنجره. انا بقترح ان يكون في عربيات مجهزة عيادات، لان في كتير جدا من اخواتنا واهلنا في مصر الانتقال الى مكان الكشف او للمستشفى او العياده هيشكل له عبء مادي. ممكن اشارك بنفسي وممكن اشارك بعد كده بمؤسسه ثروه للايتام واعمل تعاون ما بيني وما بين المسؤولين عن هذا المجال، وننزل بقى لاولادنا الصغيرين نشوف احتياجهم ايه ونشوف نقدر نقف معهم ازاي، نكتشف مواهبهم، ندعمهم، نعمل اي حاجه. اسمك ايه؟ هاني وليد. هانيا ولا حنين؟ هاني وليد. حنين وليد. وانت اسمك ايه؟ علي طارق. قولي لي كده انتوا بتغنوا، ممكن تغنوا لي الاغنيه اللي هتغنوها؟ اه يلا. ايه الاغنيه اللي انتوا هتغنوها؟ ممكن تقوليها لي؟ لا 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 قليت الأصوات، أنا واد وصعبية شو تمام والطولة. لا 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 قليت الأصوات. ممكن تقوليلي بقى أنت اسمك إيه؟ هانا. عندك كم سنة يا هانا؟ 9. أنت في سنة كم؟ سنة تانية. تاني أنت عاملة إيه في المدرسة؟ الحمد لله عصفورة برقة سف 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 بطاطا مزيت كا 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 كا. احنا عندنا نسبة مرتفعة من الإصابة بضعف السمع بين الأطفال في مصر، أعلى من بقية المعايير العالمية لأسباب كتيرة، واحد منها زواج الأقارب. الطفل لو قدرنا إن احنا نشخص حالة ضعف السمع عنده في السنة الأولانية على سن 5 سنين، لو تدخلنا تدخل مباشر وبشكل صحيح في السنة الأولى، الطفل ده هيبقى طفل طبيعي. لقينا أن الطفل إذا بيحضر برنامج تأهيلي 5 أيام في الأسبوع لمدة 2-3 سنين، دمجه بعد كده في المسار الطبيعي اللي احنا بنقول أن الطفل ده قادر أن هو يندمج معاه، تبقى فرصته مش كبيرة. للأسف الأبحاث العلمية بتقول أن الفرصة بتبقى 7% بس، بينما لو ابتدينا في الأول إعادة التأهيل في ظل حضور ودمج من البداية مع المجتمع ومع الأطفال اللي هو أقرانه اللي ما عندهمش مشكلة الضعف السمعي، فرصته في أنه يكمل في الطريق ده 70%. للأطفال المواليد هو ده اللي بيخليني أحقق ده بسهولة جدا، اللي بيها كل الأطفال على سن المدارس ممكن يكونوا اكتسبوا اللغة وقادرين على التواصل والتعليم في المدارس الطبيعية مع زمايلهم. دي تحركات إيجابية للغاية إن شاء الله نشتغل عليها خلال الفترة